البداية ستكون من الحدث الأبرز في هذه الظهيرة، إذ أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها بالتخابر مع تركيا بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة والإتجار في العملة بغير ترخيص. كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة قد باشرت تحقيقاتها فيما رصدته وكشفت عنه تحريات المخابرات العامة من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة بغية إسقاطها. كما كشفت التحقيقات والتحريات أن المتهمين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين: الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع داخل البلاد وأراء فئات المجتمع المختلفة فيها، فضلا عن جمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط. كما تبين من التحقيقات أن المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة. كما توصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة لأن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة تستخدم في تأسيس تلك الكيانات. كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها. وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تلفونية ولقاءات ومراسلات على مدار أشهر متتالية كشفت عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه. كما أماطت اللثام عن شركات عدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات الهاتفية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة. وتبين من عملية التسجيل المأذون بها من قبل النيابة وجود عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتهمون وفق ما وصفته القوانين العقابية المصرية، فبات لزاما على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المؤثمة والمجرمة قانونا. وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التي اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم المؤثمة، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو التي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعداد من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة والتحكم في تلك الأجهزة عن بعد، فضلا عن ضبط أجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر. أكدت نيابة أمن الدولة العليا كذلك أنها توالي تحقيقاتها في القضية وستقوم بإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع مع ما يتفق ومصلحة التحقيقات. هاتفيا ينضم إلينا الدكتور محمد العزب أستاذ الاتصالات ورئيس جمعية التنمية التكنولوجية. أستاذ محمد، لو أردنا تبسيط الأمر لغير المتخصصين، ما هو المقصود بهذه الأفعال المؤثمة على مستوى ما أورده البيان من تمرير لمكالمات دولية بطريقة غير مشروعة؟ ما المقصود بذلك؟ المقصود طبعا أنت بتجيب خوادم. الخوادم دي بيتم تقديرها للاستخدام سواء كان في الاستخدام التجاري او العادي، وانت بتبدا تستخدمها للانشطه اللي هي ممكن تتصل بالخارج عن طريق انك تكتب مكالمات او عن طريق انك تسجل او عن طريق تبعث رسائل وخلاف. طيب دكتور محمد، الخادم او السيرفر وفق التعبير يعني اللاتيني المتعارف عليه في هذه المفرده، كيف يمكن استخدامه في تمرير مكالمه دوليه؟ لا، ما هو انت عن طريق السوفت وير دلوقتي في سوفت وير بتجيبه بيقدر
في سوفت وير بيقدر هو اللي بيحول لك المكالمات دي برامج كده متخصصه في كده. يعني انت بتجيب الخادم ده عباره عن كمبيوتر له سرعات عاليه وله ساعة تخزين كبيره مع استخدام البرامج بيقدر يعمل اللي هو عايزه. طيب تمرير المكالمات الدوليه كيف يمكن ان تؤتي عائد او ربح ما؟ يعني وفق ما اورده البيان كانت تستخدم متحصلات هذه الجريمه عبر تمرير المكالمات الدوليه بصوره غير مشروعه في تاسيس بعض الكيانات الاعلاميه. كيف يمكن تحصيل العائد المالي؟ انت عارف دلوقتي ان في برامج زي الواتساب وزي الماسنجر وزي الايمو وبرامج كثيره قوي موجوده بتستخدم هذه البرامج ان انت حد عايز يعمل مكالمة دولية يحول له على البرامج دي ويخليه يتكلم ببلاش هو ما بيدفعش فيها حاجة وبالتالي يقدر ياخد الفلوس اللي هيتدفع في الاتجاه ده. طيب التطبيقات اللي حضرتك ذكرتها دكتور محمد اغلبها تطبيقات متاحة لأحد الأفراد وكما ذكرت حضرتك أغلبها مجاني، كيف يمكن استعمال تطبيقات أخرى عبر تمرير مكالمات دولية ويكون لها متحصلات؟ التطبيقات دي عبارة عن برامج ممكن هم عندهم مبرمجين كويسين يعملوها. نعم يعني التطبيقات دي نتيجة لبرمجيات لو مبرمج شاطر يقدر يعمل برنامج. طيب يعني هي الفكره كلها انها برمجيات عاملاها افراد. نعم. فحيث ان دي منظمات بتعمل بانشطه كثيره ولها اهداف للتجسس وكده سهل انها تعمل برنامج زي الواتس او الايمو كده سهل يعني انها تالفه. التطبيقات اللي بتستعمل في تمرير المكالمات الدوليه بشكل غير مشروع هي اقرب للتطبيقات اللي متعرف عليها كفايبر والواتساب زيها كده. طيب المفترض او المتعارف عليه في عند استخدام تطبيق كالتطبيقات اللي اوردتها حضرتك يقوم المستخدم بادخال بياناته كالاسم وتاريخ الميلاد والبريد الالكتروني وبعض البيانات الشخصيه. كيف يمكن التعامل مع هذه التطبيقات من خلال هذه الاليه من خلال ذات الاليه ولا اليه مغايره؟ لا التطبيقات دي ان انت منك الكلام ده كله. التطبيقات دي انت بتستخدمها بدون ما يطلب منك حاجه لان هو مش عايز منك حاجه هو عايز المكالمات اللي انت بتعملها وعايز فلوس. انما الواتس اب او الماسنجر عايز بياناتك يعني ما بياخدش منك فلوس. طيب هو بقى بيعمل الحاجات دي ومش محتاج بياناتك. اها طيب فانت بتتكلم عادي كانك بتطلب من السنترال. نعم التطبيقات اللي بتستخدم دي المتحصلات العائدة منها كانت نتيجة بيع هذه التطبيقات عبر تمرير المكالمات الدولية ولا هناك آلية أخرى لتحصيل الأموال بعيدا عن بيع التطبيق اللي تم الوصول إليه؟ الاثنين. طيب البيع لأنه ممكن خلي بالك أنه ممكن يسرق. لا بمعنى إيه؟ بمعنى ممكن يخش على خط المصرية للاتصالات عاملاه بتنقل عليه مكالمات دولية ويستخدمه يبعث من عليه مكالمات برضه عن طريق برمجيات برضه. كل يعني الموضوع كله استخدام برمجيات دلوقتي. المسألة مرتبطة بتطبيق أقرب للتطبيقات المستخدمة في إجراء الاتصالات عبر الإنترنت. أيوه البرمجيات دي كلها برامج. وبرامج في ولاد كتيرة قوي هواة شاطرين فيها. نعم. محتاجة خبرة كبيرة. طيب عملية كده اتفضل يا دكتور. عشان كده عمليه ضبطها برضه صعبه. انا كنت لسه هسال حضرتك في ذات الجزئيه عمليه مراقبه هذه المكالمات والوصول الى مستخدميها والوصول حتى الى المتحصلات حسب ما اورد بيان النائب العام، كيف يمكن اذا كان هناك مشكله في ادخال البيانات كما ذكرت حضرتك هذه التطبيقات لا تحتاج ادخال البيانات الشخصيه للمستخدم. لا مش محتاج. هو عايز التطبيق. المشكله بقى ان الناس دي لما بتغلط هي بتتمسك، انما لو ما غلطتش ما تتمسكش. طيب يعني خلي بالك انت كنت مسكت شبكه فاكيد في على الاقل 10 شبكات تانيين ما اتمسكوش. الاليه من الناحيه التقنيه او من الناحيه الفنيه كيف يمكن الوصول الى تسجيل هذه المكالمات التي يفترض حسب ما فهمت من حديث حضرتك انها تستخدم الفضاء الالكتروني والانترنت؟ بص حضرتك كانت السي اي اي قدرت تكتشفها لما روسيا عملتها في ايام الانتخابات بتاعه ترامب. ما عرفوش يكتشفوا، هما ما عرفوش يكتشفوها. يعني اكتشاف الحاجات دي ما يعني يعتبر دلوقتي من المستحيلات. لان انت الفضاء واسع واللي يقول انا اقدر اظبط صعبه.
الضبط بالمنع وده مستحيل. لكن يعني انت عندك دولتين دلوقتي قدروا ما فهمش الكلام ده، كوريا الشمالية والصين. نعم. بس خدوها بالمنع. انه بيمنع وبيدخل عن طريق التجارة عنده. هل انت ده بتعمل كده؟ لكن القصة مش مرتبطة بالتطبيقات اللي بتمنعها بعض الدول دكتور محمد كما ذكرت حضرتك، التطبيقات اللي تم الوصول إليها أو تم استخدامها في هذه القضية حسب ما فهمت أيضا من حضرتك من الناحية التقنية هي تطبيقات تم الوصول إليها أو تم ابتكارها عبر مجموعة من المتخصصين حتى وإن كانوا هواة لكن لديهم درجة ما من الكفاءة. ما أورده بيان النيابة أيضا أنه تم الحصول على إذن النيابة العامة لتسجيل هذه المكالمات الواردة بين المتهمين في هذه القضية. فكان سؤالي فقط من الناحية التقنية كيف يمكن الوصول إلى تسجيل هذه المكالمات؟ لا، تسجيل المكالمات سهلة. ليه بقى؟ لأن أنت كل اللي احنا بنعمله ده كله مرتبط بحاجتين، يا خط تليفون يا خط موبايل. يعني أنت معايا؟ يعني اتصالي عن طريق الإنترنت بيبقى دايماً يا خط موبايل يا خط التليفون، صح؟ ودول الاثنين يترقوا. بس المشكلة أنا خط تليفون وأنا خط أرض. نعم. يعني انما 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 لو انت شكيت في خط سهل انك تجيب يعني اي تعامل عن طريق الانترنت. الانترنت ما زالت محكومه حتى الان بانها يا اما عن طريق خط تليفون يا خط محمول. نعم. يا خط ساتلايت. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد العزب استاذ الاتصالات رئيس جمعيه التنميه التكنولوجيه منضم الينا عبر الهاتف لاطلاعنا على بعض النواحي التقنيه او الفنيه فيما اورده بيان النائب العام الذي ورد قبل قليل ويتحدث عن ضبط 29 متهم او الامر بحبس 29 متهما لمده 15 يوما على سبيل الاحتياط في ضوء التحقيقات التي تجريها نيابه امن الدوله العليا على خلفيه اتهامهم بالتخابر مع دوله قطر. البيان اورد بعض النواحي التقنيه المرتبطه بالمحورين اللذين دأبا إليهما هذا التنظيم. الأول كان مرتبط بتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة حسبما أورد البيان، والمحور الثاني كان معنيا بالحصول أو التحصل على المتحصلات التي يجنوها هؤلاء المتهمون في هذه القضية لإنشاء بعض الكيانات والمنابر الإعلامية لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة. الاتهامات التي أوردها النائب العام في بيانه لهؤلاء المتهمين مرتبطة برغبة هؤلاء وهم أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في الوصول إلى السلطة عبر الإطاحة بمؤسسات الدولة الحالية من خلال تأليب الرأي العام عليها، من خلال كذلك حسب ما أورد البيان محاولة رصد بعض السلبيات الموجودة داخل المجتمع وتعظيمها عبر هذه التقنيات التي تم الوصول إليها. نيابة أمن الدولة العليا أيضا حسبما أوردت التحريات أجرتها المخابرات العامة وحصلت على إذن من النيابة العامة لتسجيل بعض المكالمات الهاتفية أو بعض المكالمات بحسب التقنيات التي استخدمت في هذه القضية ومحاولة الوصول إلى مستخدمي هذه الاتصالات والإيقاع بهم. النيابة العامة كذلك ومسؤول التحريات قاموا بمداهمة عدد من المنازل لعدد من المتهمين المتواجدين في مصر كما عثرت من خلال هذه المداهمة داخل هذه المنازل أو الوحدات على بعض الأجهزة الخاصة بالاتصالات والأجهزة الكهرومغناطيسية وأجهزة التجسس التي تم العثور عليها وكذلك بعض أجهزة الحاسب الآلي ذات السرعة الفائقة وأجهزة التجسس منها آلات تصوير صغيرة ومتناهية الصغر وأجهزة النانو، حيث أعلنت كذلك النيابة العامة أنها ستوالي تحقيقاتها في هذه القضية على أن تصدر بيانات متتالية حول تطورات هذه القضية دون إضرار بمصلحة التحقيق حسبما أورد بيان النيابة العامة. الأمر المتغير الذي طرأ هذا اليوم هو إعلان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما بتهمة التخابر مع تركيا، حيث رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات استخباراتية داخل تركيا لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد وخارجها لارتكاب أعمال عدائية داخل النيابة العامة.